والله لفتة جميلة جدا من المؤتمر ومن الأستاذ إبراهيم أبو ذكري، بشكره عليها وبشكر المؤتمر الحمد لله. حضرتك شايف المبادرة اللي أطلقتها الاتحاد المنتجين العربي خلي بالك على بلادك، شايفها هي يعني هتفيد البلد الفترة الجاية، هتأثر في السياحة، هتبقى يعني ليها دور في تنشيط السياحة الفترة الجاية؟ لا، هي هتفيد الأول في توجيه المنتجين فكر جديد لشكل جديد، لأننا نخاطب الأمل في نفوس الناس، نبعث التفاؤل، نخاطب بلغة يعني فيها شحن للهمة، وأيضا تتناسب مع عظمة البلد اللي احنا قاعدين فيها. يعني في أدوات كتيرة جدا جدا يمكن استخدامها في إصدار فنون جميلة جذابة، تقدر تستخدم كل المقومات الموجودة في المجتمع، من تكنولوجيا حديثة في أدوات الفن، ثم الأماكن الجيدة للتصوير، ثم إظهار كل الإيجابيات بعد كتير من السلبيات اللي تشبعت بيها العيون والعقول. فنبتدي النهاردة نبعث الأمل، لأنه يعني الإنسان ابن المناخ اللي هو فيه، وبالتالي احنا عايزين ندفع بشحنة أمل وتفاؤل، ونقول دايما ان بكرة احسن. حضرتك شايف البلد دلوقتي شكلها بقى عامل ازاي بعد ما عندنا رئيس زي مثلا فتحي، والحكومة النهارده كانت تشكيل الحكومة النهارده، حضرتك شايف البلد شكلها بقى عامل ازاي؟ شوفي اقول لحضرتك، هي مصر يعني حتى من خلال القرآن اللي بيحكم هذا البلد، الناس كلها بتبقى يعني مقتدية، يعني هو القدوة. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحلفوا اليمين الساعة 7 صباحا، يعني معناها انهم قاموا من الفجر. اذا الوزير الرئيس النهارده موجود، فالوزراء موجودين. طب كل وزير النهارده لما هيروح وزارته، ما اعتقدش ان في موظف هيتخلف. وبالتالي النهارده يعني اذا كنا عايزين نقتدي، فبنقتدي بنمره واحد. وبالتالي هو عارف ان رسالته النهارده بتصل للمجتمع، لانه هو القوه الدافعه، هو يعني بيشكل قاطره الامل والتفاؤل